نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، سعيها وهو مؤمن فأولئك
فقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني الجبال ولن تبلغ الجبال
صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا. قل الذي فطركم أول مرة فسيقولون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو. قل عسى أن يكون قريبا. أم النعيم حاجة الوحيدة اللي حسيت بها سخونية في الوجه فقط. وكنت نضحك ونكي نفس الوقت. هذا الشيء اللي حسيت به من آخر حصة درت معك في واتساب. بزاف الأحلام. والبارحة حلمت يا ربي اليوم بالليل حلمت راجل. في كندا شو كدير؟ أنا يا خدامة على قد الحال. ماشي مشكل الحمد لله. شنو زوجة مطلقة. انا كنت نسيتي دابا انا يا مطلقة. لا ذكريني علاش باش ما نبقاش غادي نشتت من وحده. اوكي باش درتي لي اول مره درتي جوج حصص معك على الواتساب. كان فيا عاشق طيار ثعبان. هذا هادشي اللي قال. وقال انا يا من بعد زعما عاشق بالروح وكاين مع العشاق. عاشق طيار ثعبان بالدم وعاشق وعاشق هذا واحد. انا ما عرفتش واحد ولكن تندوي بلساني انا هي فهمت بالدم وصافي. وفاش بديت قرا القران ديقا معاك تحداك زعما كاين قالك انت بعيد عليا انا دابا جيت لك. صافي وبديت نتركل هذا النص. هذا النص هو اللي بديت يتركل وراسي تيتحرك. شمال النص يمين ولا شمال؟ شمال صافي. هذا الشيء اللي كاين. البارح حلمت برا. شنو قال؟ ما قالش علاش دخل في السحر اللي قال؟ لا ما تدويش ما عارف. لا زهريت العيني. فاش بديتي قلتي زهريت وموروث من من رحم الام. هادشي موروث من رحم الام. حيت قلتي من رحم الام وفي العيني والراس بدا يتحرك. صافي البارح حلمت براجل جاب لي عندي من كانه شحال هادي ما شافني مع النقني مع خويا. صافي وهذاك الشيء الاحلام بزاف. تنحلم بالملوك. حلمت بملكه ديما الاعراس. هذا الشيء اللي ما كتبش الاعراس. والراجل القديم ديالي واخا طلقت به راه هو ديما. شنو السبب الطلاق؟ بدون سبب. شحال استمر الزواج؟ عامين. ولكن كنت عرفته قبل فهمتي. شحال عرفته؟ قريب واحد 5 سنين. يعني 7 سنين تقريبا. ولكن ماشي بزاف. المهم ولدتو؟ ولدت بنيه. البنت باغي المهم اللي فيا باغي يفارقني على بنتي. كيفاش باغي يفارقني على بنتي؟ بحال باغي ياخذها هو. باغي ياخذها هو وانا هي بحال. المهم حتى نحس براسي شي عاشق. عندك شي امراض انت؟ لا الحمد لله ما عندي حتى مرض. عاديه ما تنطيح ما والو عاديه. واخا طيب
الاحلام اللي قلتي الاحلام هادشي اللي ما كسبتش مهم. واحد مره صدقت صداقه قليله، حلمت ان اعطيناك الكوثر فصدي ربي كلها ثلاثه مرات، ثالث مره فقط تنقولها. مؤخرا هادي شي 20 يوم حلمت راجل اسود بابا سوداء و اوراق بحال المصحف، ما عرفتش ولكن ماشي مصحف، وقريت كل عود، عرفت انه جن، وقريت كل عود برب الفلق. وحلمت في الصغر ديالي فاش عندي 14 عام جاني واحد راجل كبير عنده ولاد تقريبا 40 عام، قال لي تزوج بيا، وقلت ليه لا ما نتزوجش بك. عصبتني بزاف. شنو حلمت موت حسن الثاني دارت العرس وعرضت لي في العرس ديالها، حلمت محمد السادس فاش يلا عرفتي فاش يعطيو الولاء في هذوك القاعه، يلا خرج من القاعه تفرقعت قنبولة عليك الناس كلهم وخرج، هو داير نظرك حنين لا تأتو. انا في الحلم تخلعت زعما كاين ولا تأتو ركب، وكان واحد الرجال عسقتهم من الموت، وفي الاخر هذاك الرجال قال لهم غادي نخلص عليها غير 400 والشعر ديال شي واش تبغات الشعر. من بعد حلمت ربعه الغوريلات، هذا ومس ربعه الغوريلات خداو ليا من الحم ديالي انبوب، خرجوا من ديال السبيطار الدم وشدوه شربوه، وهما ربعه فريمون يعني شرسين اقوياء. من بعد حلمت راجل كبير هنايا طايحين لي هاد السنان بربعه الفوق وربعه التحت، دخلوني عمليه عند طبيب الاسنان، عرفتي تنحس بخاف الحلم تنحس زرعوا ليا تقوليه هنا الفوق ومن التحت باش يطلعوا لي يدير الاسنان، راه سمعت تما الشكل. شنو عاود ثاني حلمت بالذئاب، حنا عندنا السحر الشتات والذئاب داكشي كلشي مرود. المقبور تحلم مقبور، حلمت راسي انا مومياء، واحد الراجل واقف حدايا تصور اني كله عقد مومياء، وهاديك الثوب ديال الموتى تيتفرتت، وهنا واحد العقده قد هكذا وهنا كل يوم عقوده، وجا واحد الراجل تيحاول يحل هاك العقد وما قدرش، ومن ونفس الوقت انا هذاك هو الراجل ونفس الماء. شنو عاود ثاني حلمت بك بزاف نتايا تترقيني، فحلمت بك في الكعبه لقيتيني والراس ديالي ولكن ما تنشوفش الكعبه، هذه عندي مشكل. وحلمت بك في القدس الديور راب، وانا عارفه راسي في القدس، ولكن قال لي واحد الراجل خرجي من دخلي من الانقاض، ما خصك تموتي بحال تموتي دخلي من الانقاض. شنو عاود ثاني حلمت بك هنايا في الماركت، ماشي هكذا كانت في الطواليت ديالك، انت جيتي من الدار جبتيني ودرتي لي هنا الرقية عندك، وكانت واحد بوبريسة قدك هكذا بوبريسة وقطعوا عليها الديل ديالها تتبعني، ورجليا ولاو ديال الراجل. حلمت انني راجل، انا تنمارس الليواط وتنحس بالشهوة ديالي، يعني انا راجل وتندير الليواط، وهذاك الراجل قال لي انا تنبغيها ما غاديش نخليها. شنو تعرف بزاف الملوك النصارى. البارح حلمت بترامب وكان شدني هنايا، وجا واحد كلب اسود وكانت فيا العادة الشهرية بغى ياكلني وهرس مع ترامب، المهم خلط لي الملوك كلشي قول لي ترامب محمد سال هذه مهمة. حلمت بحسن ثاني الله يرحمه كان معايا، هذه ثاني مره نحلم به. اش قال لي كنت مع واحد الجماعه تدوي عادي، وهاك واحد الناس قال لي شو كاع ما احترمتك على اساس انك انت مالك، وفاش ما احترمتوش على اساس مالك هو ما رضاش يدام هذيك المره، هو بحال كان عنده عادي وانا عادي ما تسوقتش. من بعد بحال وليت انايا ومالك جالس هنا، ومالك جاك شراك القدامين هنايا، واحد المالك هنايا وانا هنايا، قال لي شحال من مره عندك هاد؟ قلت ليها هو دار ربعه، المهم انا ربعه 400 مع شكل ربعه باش تزاد المره من الشياطين. المهم قال لي ربعه، وجات واحد الشيطانه يعني مع هذاك الراجل، قالت لي هي تخاصم عليه، قالت لي انت ماشي الحاكم ديالي انا ما تحكمش فيا. من بعد عاوتاني خور وفاش خرج هو يقول لي مشى عند واحد الملك مسلم، قال لي بغى يقتلوني وشفت اني جبل وغيقطع لي الراس. فاش غيقطع لي الراس قلت لي شوف الا قتلتيني غادا تمشي قاع جهنم كيف ما فرعون وقيل هامان لا اللي معاه الطاغيه وواحد اخر قارون، المهم قارون، المهم قارون واحد اخر قارون وهامان وقابيل وقابيل هادو اللي بداو الخطأ المجرمين هادوك. انا غير فقط فهمت كلشي عرفتي راه بزاف، انا ما يجيني نسالي ما غاديش نسالي واخا تمدي الله بسم الله سير.
الله شوفي الا غاد عفاك ديال كلشي الا هاد لا بارتي ما مسكش على سيري 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 وسنحنا بالحجامه قلتي لي مره اخرى قلتي السجاوه السابقه ديال الولد ديال ولدك قل كل من يعمل على شاكلاته
بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن سبحانه وتعالى الذي شرح صدورنا بالقرآن وهدى قلوبنا بالقرآن وثبتنا بالقرآن. اللهم حبب إلينا القرآن وزينه في قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله حجة لنا لا علينا. نحمد الله تعالى على نعمه التي تثرى وتوالى علينا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. اللهم اجعلنا من أهل الخشية واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. يا حي يا قيوم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نبدأ بحمد الله تعالى في هذا اليوم الطيب المبارك ونسأل الله تعالى أن يجعلنا سببا في رسم البسمة والسعادة والشفاء على قلوب الإنس والجن. ونسأل الله أن ينقذ بنا من الضلالة والغواية. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا.
اللهم متعنا ربنا وأسعدنا وأكرمنا. نسألك ربنا أن تجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين، واجعل الأيام حجة لنا ربنا بالخيرات، مريئة عامرة بالطاعات والقربات فيما تحب وترضاه. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا وأنت خير الغافرين، وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم إنا نسألك هداية مليئة بالخيرات والبركات والإقبال والإشراق والأنوار. اللهم اجعلنا المتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إن أعظم المنة والنعمة من الله بعد الإسلام هي الهداية والاستقامة على الحق والنور والخير حتى تلقى الله جل وعلا سالما معافى. نسأل الله أن يحبب إلينا القرآن قولا وعملا. نسأل الله جل وعلا أن يحبب إلينا القربات والطاعات صدقا وإخلاصا قولا وعملا. اللهم آمين آمين آمين. اعلموا رحمنا وإياكم أن العمر يمضي وما هو إلا أيام، فاجعل بفضل الله تعالى الهم هم الآخرة، فمن كان همه الآخرة جمع الله جل وعلا عليه الخير كله وقرب منه الخير كله، والله في عون العبد. ما كان العبد بفضل الله تعالى يرجو لقاء ربه. وهذه وصية أوصي بها الجن والشياطين الذين عمروا الأبدان سنين، مكثوا فيها سنين، قردة وسماسيح وكلابة وذئابة، مهما كان حالهم وشأنهم ملوكا وخداما وأعوانا. وانظر في حال من سلف ومن سبق، لقد أفضوا إلى ما قدموا، ومنهم من لا زال لكن عمر وعمر فبلغه الوهن والضعف. وهذه قسمة، وهذا قدر، وهذا حق ويقين، أن البقاء لله جل وعلا. فسبحانه الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، فسبحانه الحي الباقي له الدوام وعدم الزوال، والخلق إلى فناء. هو الله الذي بدأهم ثم يعيدهم إليه ثم يحاسبهم بين يديه، فمنهم شقي وسعيد، فمن أحسن في الجنان ومن أساء في النيران. فنسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، الموفق من وفقه الله، والمعين من أعانه الله، ومن رأى من نفسه همة إلى خير فليزن في حمد الله جل وعلا. ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن رأى من نفسه التقصير فليعلم أنها من ذنوبه ومعاصيه هي التي أقعدت وثبطت، فعليه بالاستغفار. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. من ثبطته همومه وأحزانه، ومن ثبطته شياطينه وأبارسته، ومن ثبطته عيله وأسقامه، فليكثر من الاستغفار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والصلاة والسلام على النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فبها بفضل الله تعالى تنفرج، وبها بفضل الله تعالى تشرق، وبها بفضل الله تعالى تعلو بفضل الله في سمائك وفي هوائك، بفضل الله وفي مائك خيرات وبركات تساق من رب الأرض والسماوات، فله الحمد في الأولى والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ولقد وصلنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وكنتم على شفا حفرة من النار بالغواية والضللة وبالكفر والفسوق والفجور وبالعناد والتعنت والاستكبار، كنتم على شفا حفرة من النار بالهم والغم صدكم عن دين الله، وبالأسحار والعين والحسد صدكم عن دين الله، وبقرناء السوء صدكم عن دين الله، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها بمنه وفضله ورحمته سبحانه، فماذا قدمت لله حتى من عليك فأنقذك من النار، جعلك الأسباب المنجية والأسباب المنقذة، اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم أنقذنا من النار، اللهم أنقذنا من النار، اللهم إنا لا نقوى على حر الدنيا ولا نقوى على حر الآخرة، اللهم متعنا بالعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، اللهم لك الحمد، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد قلوبنا وجوارحنا ربنا، واستحملنا فيما تحب وترضى برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ورأينا بفضل الله من يسكب العمرات ومن يذلف الدمعات، ولا شك ان في البدن فئه مخيره علمت انها مكلومه مظلومه مقهوره وانها تعاني الويلات. نعم، والحمد لله الذي جاد بهدايه، وهذا يدل على أن هناك ذلك فئة لا زالت باغية وظالمة صائلة جائرة ترجو أن تبقى هذه الأمة في ضعف وفي ذلة ومهانة، تعذب ليلا ونهارا ويعطل عليها كل شيء، مع أن كنا نسمع القرآن ونخشع مع القرآن، إلا أن الفئة التي في البدن كانت كأنها لا تسمع شيء. وهذا يحيلك على أن هناك فئة من الجن والشياطين لها الجلد والصبر والموانع، ولها كذلك الحصون التي توارى داخلها حينما يسوع القرآن، تجعل أصابعها في آذانها حتى لا تسمع، حتى لا تصغي ولا تنصت، حتى لا تتأثر، لأن كافرة بالله جل وعلا. ما أذعنت للإنصاف، فرق بين من يكون كافر لكن يصغي وينصت لعله يبقى خيرا وحقا ويكون عدلا، وبين من يقبل الإنصاء والإنصات. هذا فرق كبير في عالم الجن والشياطين في الأبدان حينما يكون كفرها شديد وعظيم. هناك فريق من الجن حينما أنت تقرأ القرآن أو تسمع إلى القرآن يسمع معك لعله يصغي وينصت، لعله يتعظ أو ينزجر، ولعله يقوم ويتوب، ولعله يقف وقفة مع آية من أحكام الله تعالى تقص في إنقاذه وإنجاده وحياته. لكن هناك فريق إذا سمع كلام الله جل وعلا لا يسمع أبدا، يجعل أصابعه في أذانه، لا يريد أن يصغي، يكره القرآن ويكره رب القرآن والذي أنزل القرآن سبحانه وتعالى، يرى أن هذا القرآن لا شيء، ولا بد أن نقف وقفة، ولا بد أن نبين أمرا. فهي من الأحلام التي تراها والله تراها، ترى أوراق المصحف، ترى المصحف وترى القرآن، ترى الكفن. لا بد أن نقف أن هؤلاء الأبالس الذين في البدن سحرهم عنيد شديد ولهم قوة، فهي دائما ترى الملوك، ملوك الأرض، أمريكا والمغرب والقصور والأعراس، وترى كذلك الكفن والقبور والمومياء والعقد والذئاب، وكذلك ترى الغوريلا ذاك القرد الضخم الكبير، ترى أربعة وهم يأخذون ويغرسون أنيابا أو يأخذون أنابيبا من دمها، يأخذون الدم، فهو الصحراء. فهنا يسجل أن هناك أبالس الصحراء، حينما ترى أن هناك من يحكمك بحقن أو يزرع حقن أو يأخذ من دمك، اعلم أن تم تسليح التجديد شياطين أبالس أقوياء، لا بد أن يعلم هذا، لا بد أن يفهم. حينما ترى أن هناك من يأخذ منك دما أو حق أو يزرع فيك حقنة، اعلم أن هذا ساحر، وإذا كان قردا فهو عظيم. دائما أؤكد أن القردة تكون عظيمة، خاصة إذا كان غوريلا، لأن هذا يكون من النوع الأشداء الأقوياء الأباطر الكبار في عالم القردة، يعني القادة والملوك
وهي ترى أنها في القصر مع ملك أو مع أمه في حفل وما شابه، ما رأت أحيانا في عرس انفجار الكل قد يعني أوشك على الهلاك إلا ذاك القرد يخرج كأنه لم يشعر بشيء، وهذا يحيلك على أنه عنده قصور وعنده قوة وهو عاشق لها. هنا معنا قصة عاشق قرد غوريلا في عالم الأبارس ساحر الدم، ترى دائما في المنام ترى أنه من يأخذ أنابيب من دمها، وكذلك عندها أمر ترى هناك من يؤذيها في فكها وفمها وهي أصلا عندها مشكلة في الفم. طيب إذن كل هذا، وترى كذلك أنها هناك من يقرأ عليها صورة الكوثر، وترى رجل أسود وأوراق المصحف وأنها تقرأ صورة الفلق وهذه المبشرات، فهنا يحيلك على أنه سيف الدم موروث بالدم للأب والأم أو لها، لأن إذا تأملنا في الكوثر فصل ربك وانحر النحر لله جل وعلا، وترى أنه هو يأخذ من دمها، فلو علاقة بدمها بالدماء أيضا، ثم قد يكون الدم له علاقة بالسلالة والزهرية والموروث المتصل عبر الجينات والدماء، فهذا لابد كذلك أن يفهم، الزهرية كذلك والموروث من الأم. وهذا عاشق، وتقول كيف يكون عاشق طيار قرد؟ هنا لا بد أن نبين أمرا، أحيانا أنا نسمع من حمو حينما قال التمساح لا يوجد السباحة، قالها أم لا؟ حمو الذي كانت معه قصة مضحكة، لما قلت له التمساح قال لا تقول خادمي، قلت له كيف لحمو لا يوجد السباحة؟ قال نعم التمساح، قال كذلك خادمي لا يوجد السباحة. أنا أريد أن أبين فقط للعقول حتى تفهم، قد يأخذ صورة ليس حقيقة خلقته فيعيش على قوتها لكن ليس على حقيقتها، فالصورة هي صورة تمساح لكن حقيقته هو برمائي يعوم يغوص، لكن لا يستطيع هذا أن يفعل هذا، يعني ليس كما تلميز هذه الخاصية، وقد تكون له بالارتقاء في عالم الأبارسة وهذه الطبقة السبعة والقدرات السبعة سبق وأن بيّنتها. كذلك هناك من ترى حيوانا لا يطير لكن تراه بقوته الأرضية وكذلك الفوقية في الطيران، لأن جمع بين خاصيته الأولى هو أنه يطير لكن بقوة بخاصية التشكل لذلك الحيوان الذي لا يطير، فجمع بين هذه الأولى والثانية، وهذا استشكال يقع عند كثير من أهل المس ممن ابتلوا بالمس، مفهوم؟ فإن الجن والشياطين لها قوة أن تتشكل، والتشكل هذا هو عندهم احترام ورتب كما بينت دائما، لا يمكن لكبير لا يمكن لصغير أن يتشكل بغوريلا يتشكل بقرد، لكن الغوريلا تبقى ميزة خاصة بالكبار وإلا قسم ظهره وقتل وقطعت رقبته، مفهوم؟ كذلك أصحاب الملوك والتيجان، ولهذا ترى حيات في المنام وترى ثعبان عظيم، لا ترى أن الكل عندك ثعابين، هناك احترام ورتب في عالم البدن فيما بينهم جميعا. إذن هنا حينما ترى قردا يطير عاشق يطير، وترى الملك التيجان والقصور، وترى إما الأمر يرجع لأمرين اثنين، الأول يكون هناك العاشق الطيار هذا مستقل بذاته، ويكون القرد الآخر مستقل بذاته، أو يكون القرد نفسه الطيار، فإذا كان قردا طيار لا, لا, لا يتنافى الأمر ولا يتعارض ولا يتضاد ابدا، قرد بتشكله القوي في عالم الابارسه وهو اصل من الجن الشياطين الاساطير، فجمع بين هذا وهذا، هذا هو الفهم السديد، لكن من لا يفهم سوف يصبح له اشكال وشك ونفي واقصاء وابعاد، فلا يتعلم ولا يفيد الناس، هذا هو الجمع، والحقيقه تتبين مع كثره الحالات، تتبين ان هذا عالم خفي في بحث واجتهاد، هكذا هي الجن والشياطين. ألا نرى أن من الشياطين من يطير؟ يطير، هذه خاصيته ميزته يطير، نعم من الجن طيار، هنا لا فرق، الاتفاق كلنا نتفق على أن من الشياطين من تطير، خلاص الشياطين هناك منها صنف يطير له أجنحة وله خاص تشكل، اتفقنا على أن هناك بقول النبي صلى الله عليه وسلم صنف له أجنحة يطير، وبالقرآن يطير ويسرقون السماء، صح خلاص، ولن وكلنا متفقين على ان الشياطين لها قوه تشكل سواء كان جني او شيطان او ابليس،
فيبقى خاص طيران فيطير بشكل ويريد يتشكل به، يطير في شكل قرد، يطير في شكل تمساح عادي جدا. لكن لماذا اختار تلك الصورة تتشكل بها؟ لأنه يميل إليها. فكل حيوان يتشكل به جن أو شيطان لميزة ذاك الحيوان، لأنه يريدها في بسالته، في ضراوته، في شدته، في قوته، في مكره، في اختبائه، في حدته، وهكذا في مكره. فالكلاب لها ميزة، الذئاب لها ميزة، القرد لها ميزة، وهكذا. فحينما تعلم أنت هذه الميزات تفهم نوع الإصابة، وتعلم حتى أن الصوت من الحركة حينما يتبين لك تعرف مكمن القوة والضعف بفضل الله سبحانه وتعالى. علم حتى يسهل عليك الفهم والغوص في هذه الأسرار عند البدن. لا تبقى أنت غير فاهم تقول لا هذا غير خرافات وهم، والناس مرضى، الناس عندهم حقائق يقولون حقائق أدلة براهين قاطعة ساطعة. فلهذا وجب أن تفهم كيف التعامل مع هذه بإذن المولى عز وجل. طيب، إذا الذي عندنا هو قرد موجود لكنه قوي في الشق الشمال بالدم، وتراني ألقيها في الكعبة بفضل الله، تراني ألقيها في القدس بفضل الله، تراني ألقيها في المركز بفضل الله، تحلم حتى بقبر رؤساء ترامب رئيس أمريكا ورؤساء ملوك المغرب. إذن عدنا قبيلة ديال الملوك. هذه الحالة كتشوف غير الكبار، شفت القدس الحمد لله، الكعبة بفضل الله، المركز بفضل الله تعالى، ملوك الأرض بفضل الله، صح ولا لا؟ العاشق، يا سلام يا سلام، سلم العاشق، كتحبها اعتدل النحافة مصها مصا صح، وسنتين من الزواج ثم طلقت. هذا الحال وانا في العاشق، انا اقول دائما امان لاخوات طيبات المباركات، والله كم اقولها من اعماق قلبي. حتى وان كان زوجك طيبا، حتى وان كان زوجك سخيا، حتى وان كان زوجك مستقيما، كوني على يقين ان اذا كان عندك العاشق والموروث والسلاله سوف تجدين الجحيم في الحياه. كوني على يقين. انا لا اريد ان اجعل الضيقه والاكتئاب، لكن وانا لكم ناصح أنا ناصح أمي لأخواتي الطيبات المباركات. من عندها العاشق ويجتمع مع الزوجية والسلالة، من عندها إصابة في البيت تزوج، حتى وإن كان زوجك ما شاء الله ستكون الحياة فيها مشاكل، ستعيشين الويلات والهم والأحزان. للأسف الشديد ستكون أنت ضحية، والزوج ضحية، والأبناء ضحية، سيكون البيت والأسرة ضحية. كن على يقين، وأنا أعلم ما أقول وأسطر عليه من الوصف، كل بقدر، لكن أتكلم بواقع. لهذا وجب المساعدة والمصارعة في العلاج، ومن تتغافل عن هذا الأمر فإن الشيطان لا تتغافل عنها أبدا. كن على يقين، قد تشرك بأشياء وتزين لك أشياء وتغيرك في أشياء ويزعجك التقدير في أشياء، أو المقارنة على حسب حتى تعالج نفسيتك، هم يعطونك مقارنة نفسية والحمد لله تحسن وكذا وهذا، ولكن لا، الواقع أنك في حرمان، الواقع أنك في معاناة، الواقع أنك في استخدام المظلم، الواقع أنك تذهبين في سيرهم. ولهذا إن أعظم شيء هو العلاج، هو الاجتهاد بالهداية بالتوفيق بمصارعة الخيرات حتى يهدى بإذن الله تعالى ويقف عن أذى وعن شر ويخرج طاعة الله عز وجل. أنا ناصح لكم ولكن، وكل زوج علم أن زوجه فيها ما يسمى الحمو، باشا حمو، ميمون، يهودي، مسوني، نصراني، أنواع الجن والشياطين، العشق، ثق أنك ستجد المشاكل. أنا لا أقول هذا كي أنفر الرجال من الزواج من زوجتهن أو من يريد الزواج بهن أبدا، وإنما وجب أن يكون رجلا، ولا بد أن يعطي أمرا لما تشاركه أن تجتهد قبل أن تصبح القلاقل والفتن والمحن والمشاكسات والنشوز والإعراض والبيت جحيم.
وهذا ما يجعل الويوس الضنك والشقاء مع قربها من الله عز وجل. لا أتكلم عن البيوت المسمومة المضطربة البعيدة عن الله، أنا أتكلم عن بيوت فيها كتاب والسنة، فيها خير، لكن مع ذلك فيها فتن. هذه حقيقة معاشة، لأن الناس لا تعرف كيف تصبح البيوت فيها الزلازل والبراكين دون سبب لحفظ الأسباب. لا بد أن تغوص بعمق في نوع إصابات هذه الأسرة المصابة. أنا والله وجب، أقسم بالله، وجب قبل أن تشارك بيتا في الزواج أن تنظر إلى سيرته، هل عندهم أصابة أم لا، هل عندهم الموروث أم لا، هل عندهم الزهرية أم لا، هل عندهم الأبلس أم لا. وهذا يعلم بفضل الله بواقع المتابعة. لا أقول لك إن هذا البيت مذموم مسموم، لا تقترب منه أبدا إذا كانت فاضلة أو عليها بالنواجذ، لكن وجب أن تقعد الأمر وأن تبين بفضل الله جل وعلا في مائدة وطاولة الحب والخير وكتاب والسنة أن البيت لا بد أن يؤسس على شيء فيه خير. إذا لا بد من العلاج، لا تشارك الجن وشيطان أبداننا وأبناءنا وأرحامنا، لا تشاركنا طعامنا وشرابنا، لأن المرأة لن تكون كاملة في إنصافها، ولن تكون كاملة في قرارها، ولا تكون كاملة في حبها، ولا تكون كاملة في عطائها، حتى وإن كانت هي صاحبة جأش وقوة وبسالة. سرعة سوف تصبر، لكن عندها حيض، عندها دورة، عندها غضب، عندها هرمونات تضطرب، عندها أحزان، عندها أحوال كثيرة جدا. ومع الأيام الشياطين ترمس النار وتصبر، ما كتعجبش، تترك تعيش أيام العسل، نادي البكور تذهب غياب، تعيش أيام العسل، لكن بعد ذلك تبدأ تدفع الضريبة والثمن وتضاعف عليك العذاب، لأنك ما علمت أين يكرم كتف، لكن هي علمت أين يكرم كتف. ولهذا وجب من أول يوم لا يشتغل الزوج والزوج بلذة الفراش والحب والأنس والقرب، لكن هناك عدو كامن، هناك عدو خفي يدبر أمرا بليل وبنهار. هم أذكياء فأصبح نحن البلداء الأغبياء للأسف الشديد. فلهذا واجب حتى الإنسان إذا قدر الله تعالى وارتبط بامرأته حبها، رأى فيها حسنا وجمالا لتدينا طاعة برا، وقد تكون الأسرة طيبة جدا خلوقة جدا، لكن ابتليت بهذا المس، فعلي أن يكون رجلا لكن يضع الشروط، وهي أن لا بد من العلاج، لا بد من الاجتهاد، خاصة أن هذا الاجتهاد يقرب إلى باب الجنة والفردوس والطاعة، طاعة الرحمن واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنت نتغافل عن هذا فأكيد أن ستكون الهالكة والقاصمة والحارقة والناسفة، ويكون بعدها النشوز والإعراض والجفاء أو الطلاق أو الفساد أو الخيانة وما شابه، لأن الجن والشياطين على أحسن حوالها. لهذا أنا واجب النظر، واجب النظر. تصبح مسألة مهمة في هذا الزمن كثرة الإصابة وكثرة الطلاق وكثر الفساد والخيانة وكثر الجفاء بين الأزواج دون سبب. أقول لك أنا ما أعرف شنو من معايا، هناك بعد المشقة وبعد المسافة، لأن هناك جن لها اتصال، جن لها أسرار، جن لها أصحاب، أحب من أحب وكره من كره، هذا واقع. من يعي ويفهم ما أقول سيقول نعم هذا هو الواقع. فلماذا التزوج للأمة عام تطلق أو شهر، هناك مطلق أسبوع شهر سنة سنتين، هناك من تزوجت 7 سنوات 3 أو أكثر لكن جفاء. طيب لماذا، لماذا نحكم على بيوت بهذه القسوة؟ كل هذا فينا جهل وغباء، لا يمكن. لهذا أنا أشترك وأرى أن الناس لا بد أن تنظر إلى هذا الجانب. كذلك المرأة من حقها أن تنظر في حق هذا الرجل، في حقه أنه عنده إصابة، عنده موروث، سلوك وكذا، كل هذه الأمور كذلك في جانب الزوج، لأن سوف نمشي جيلا مصاب بالزهرية. الأم المصابة بالموروث تأتي بأبناء كذلك مصاب عندهم إصابات بالموروث. فلماذا نحكم على جيل مقيد مكبل محن مرد مدمر، حتى وإن كنت توفر له أسباب الحياة المادية، لكن كيف توفر له أسباب الحياة الاستقامة والإيمان والالتزام؟ ستحاول جاهدا، لكن كالذي يسمح ضد التيار، أنت تعطي الكثير لتأخذ القليل، تعطي الكثير لتأخذ القليل، وقد تأخذ وقد لا تأخذ، كأنك داخل قمار. لماذا؟ لأن عندك شياطين أقوياء
كما كانوا على سلفك وعلى من قبلك هم عليك وعلى من بعدك، فكن ذكيا يرحمك الله، كن ذكيا يرحمك الله. هذا وجب أن يبين إن شاء الله عز وجل. ولهذا كذلك أوصي كل من عندها الإصابة ألا تعجل في الإجابة إن كانت لا زالت في بداية مراحل الزواج. أنا ناصح لله عز وجل، من عندها العاشق والموروث لا تتعجل في أمر الإنجاب. إن قدر الله أنك تزوجته وتزوجك فجمع الله بينكما على خير، لكن المرجو أن لا يكون الأمر السرعة في الإنجاب، لأن ستكون أشياء كثيرة خفية عالقة في عقل الجني بالانتقام والعداوة أو ببناء العقد والحصون في جنين مظلوم مكلوم لا يعلم من الأمر شيء مسكين، فقد يكون الجرم والذنب علينا لا على هذا المولود. لماذا؟ لأن المولود بريء لا يفهم لا يعقل، لكن نحن نعلم أن الإصابة لها توابع، نعلم أن الموروث له تبعات في الإنسان، واجب أن يتبين من هذه الأمور. حفظكم الله يرحمكم الله، حتى لا يكون طلاق وأبناء. وأتأكد أنك إذا لم تحمل كن على يقين الشيطان سوف يمرض ويتعب ويحزن. علاش؟ لأنه يفهم أن هذا الزوجين لهم اتفاق في العلاج في بقاء الحب والود، لكن لا بد من الصدق والصفاء. هذه أمور لا بد أن تطرح وأن تدرس للبنات وللأمهات وللجدات وكذلك للأبناء وللآباء، حتى لا يكون الجيل سقيم عليم مريم. أسأل الله جل وعلا الشفاء للجميع. آمين آمين. طيب، رسالتي بداية إلى القبط، هي ترى القبر أكثر من مرة، قبر مهجور، ترى الساحل في البيت لوالدها، ترى المدرسة كأني في مدرسة الصحارى وهي في قسم، ترى امرأة مكفنة مبتسمة، والدها أعطاها عرض دجاج وحم دجاج تتعشى به، ترى ملكة أم المغرب في المنام تكلم معها قالت لها أنك ستقيم عرس، وذهبت بها إلى الحمام بعدها رأت نفسها في المسبح تسبح. اسمع جيدا، هنا لا علاقة بالعرس. رأت طبيب أسنان في غرفة العمليات يعالج في فمها أربع، يضع في فمها أربع حفر وهي تصرخ، وأسنانها كانت يعني هي الآن تشتكي من أسنانها. لاحظتم؟ يعني هذه الأخت مسكينة عندها أشياء كثيرة جدا جدا. رأت أني أقرأ صوت الكوثر في المنام وفي اليقظة، هذا إعطاء صدقة ثلاث مرات، الله أكبر. رأيت الذئب يهجم علي ثلاث مرات، رؤية الزنا، اللواط أربع مرات، والسحاق كذلك العادي، يعني هذه رؤية أربع أو خمس غوريلا يأخذون من يد أنبوب يخرج من الدم ويشربونه وهم هائجون غاضبون، الله أكبر. رؤية أني أفك عقد ميت كمومياء القديم، أفك العقد ويتحرك كله عقد، الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. وصلت لي الشيخ ديال المومياء كله عقد في كل جسم، هي تحاول أن تفك، لكن كانت هناك عقدة كبيرة حاولت معها وتأخر ما استطاعت على الصدر والقلب، وهي صوت الطريق. طيب، كأنه أنا المومياء وفي نفس الوقت أنا الشخص الآخر الذي يفك العقد العقدة. وقلت بمساعدة رجل وأنا أصرخ لا تقتلوا بمسدس، ما كيف رؤية رجل بطنه ملطخ بالدم، رؤية راهبات وغبان مسيح كبار وشباب، لا حول ولا قوة إلا بالله. رؤية الشيخ نعيم يقول سأذهب إلى بيت والديك لرقيتك، قلت نعم، ولما ذهبت قلت نفسي لا، لأن أبي سيمنعني لن يقبل، وكنت حائرة. رأيت في اليقظة بين يقظة المنام أفعتان بيضاء بجانب ابنتي، قلت لي
اتركيهم لي. ارقي نفسك. عندي اثنين شيطان حاسدا مسيحية ساحرة. رؤية مرحاض نظيف ورجلين أكثر ورجلين أكثر من الله. رأيت في المنام يوم أخذت أوراق الطلاق ثعبان ثعابين كثيرة. أصبت أصلح الذهبية في البحر. والعاشق قال لي لا تخافي من الثعبان واستمتعي معي بالعطلة في البحر وهو فرح. استمتعي معي بالعطلة وهو فرح. وأتى بعد طلاقها أنا يوم أخذت ورق الطلاق جاء ثعبان ذهبي يقول لها لا تخافي اذهبي معي إلى البحر وتمتعي معي وهو فرح. واتركي ابنتك بعيدا حتى لا تمتع سويا في العطلة والصيف والبحر. وراءك الكعبة. ما رأيت باخر ضخمة. الله المستعان. وعزو بحضر المساجد. الأخيرة ديال المساجين. وكل سجن جوج متر في متر ونص وأنا الوحيدة التي هرقت. طيب. الله المستعان. رؤية النجوم في البيت. يقرأ شخص أجني. أخنق لي وعمل لي في عذر الموسيقى في الليل. قاطعت كرسي ورأيت في المنام مؤتمر في ناطحة السحاب لأشخاص وكان زوجي السابق هناك يعامله كمالك لأن كمالك لو طلقها صاف خلاص هو أشخاص أهم منه وأكبر منهم في أقوى تبا وفتاة ملطخة بالدم في البطن من كبيرهم في السرير وكانت المرأة السوداء تلقي خطابا في المؤتمر وصدرها مشوه مثلي وهي تتحدث فخورة واثقة من نفسها من بعد صدرها أصبحت في قصر أم فيلا مع كبيرهم جالسة في طاولة أمامه للعشاء حاملة المسدس لقتله وهو وهو ما عرفش هذه هذا كتابه هذا مع راسه وجر الخدام الكبير بسيارة السيدة والله أنا بأخذ القفية أقسم بالله حياة جحيم حرمان معصر أي نعم الحمد لله شفا الله كنتي لا حول ولا قوة إلا بالله محمد الدكتور لا يقلب ذي ورقة وفجاء لا أدري كما ظني أقسم بالله لكن أبشر بالخير أبشر بالخير أشكرك خاص يكون ظلام وفريق والعلاج لابد لأن هذا خصم قوة كون على يد من خصم قوة لا نكون ما تنفوسنا هذا خاص القوة بذكاء ماشي قوة اللي تأذي الجسم تهرسها اللي هاولا تخلي أعصاب لا قوة بمعنى في نقاط طيب لأن ما تقول لي ما كاينش الغوريلا ما كاينش كذا طيب اللهم سعد طيب قوة وصراخ مخيف كأنه يحرق القلب رأيت في المنام عدة مرات أغسل ملابس من الدم دائما دم 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 حلوى رؤية مرتين كلب أسود في منزل زوجي السابق مرة كان يلعبني ولم يستطع تقسيم طيب هاي تعطيل في الدراسة الخمول دائمة سرحاس وكذا الزواج أمي كان عذابا زواج والدها كان عذاب لا شوف شوف النقطة مهمة جدا دائما أقول لكم انظروا إلى ما سلف وما سبق هذه نقطة مهمة انظروا الى الاب تاعكم كيفاش عاشوا كيفاش كانت حياتهم خوتك هنا قالت امي زواجها عذاب مع الوالد وهذه نقطه مهمه هذه نقطه مهمه جدا يكفي ان اول سؤال يسال كي داير حياه امك مع باك كي كانوا هنا مساله مهمه جدا لابد ان تسال هذا السؤال دائما رقية الذباب الصغير حتى بالليل أكره أنا الرجال منذ الصغار تكره الرجال لما تركت البيت بعد الفراق في البيت الجديد كانت معي ذبابة تعيش معي في مغرب الشهر تنام بجانبي أبردها وترجعها وتركتها في الليل والنهار تتبعني أينما ذهبت طيب الساعة لا ساعة بيتي غير منظم دائما متسخة لا أشعر أني معاه البركة غير موجودة تشويه الوجه والفك والصدر والرجل والشعر والكلام الشتات والتفريق والكره للعائلة
يعني هذه السيدة مسكينة شنو؟ ما حظها في الأنوثة ولا حظها في الزواج والرجال والبيت؟ قال لي صفر. هاي قال صفر، الخير قلت صفر. بس كيف كتضحك؟ شادية. ما شادية ما تنادي. الحمد لله. ها؟ الحمد لله. شادية ما دير الحمد لله. ملفة. أنت كلام كيعلم. قضية ملفة ماشي مش. اللهم صل على اللهم صل على كيف بكي اقسم بالله كيف بكي اناس الحج ولكن ليس الحج في مكتوب حب القدس في الدار في عمل الشيخ الشيخ يعلمني يعني بسم الله في التوحيد يعني قولي الله اكبر من كل شيطان قرد كبير غمضي عينك وكرر القوة الله اكبر من كل شيطان قرد كبير الله أكبر 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 من كل شوفوا لي الحمام هذا حمام الله أكبر من كل شيطان قرد كبير الله أكبر من كل شيطان قرد كبير الله أكبر من كل شيطان قرد كبير الله أكبر من كل شيطان واصلي واصلي متوقفيش متوقفيش هيا الله أكبر من كل شيطان قرد كبير 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 أكبر من كل شيطان قرد الله أكبر من كل شيطان قرد كبير 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 الله أكبر من كل شيطان قرد كبير
الله أكبر من كل شيطان قائد كبير، 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 الله أكبر من كل شيطان قائد كبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، فصل لربك وانحر، 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 إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، هو الأبتر، هو الأبتر، هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، هو الأبتر، هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، هو الأبتر، هو الأبتر، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، هو الأبتر، هو الأبتر، 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 هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، هو الأبتر، هو الأبتر، هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، هو الأبتر، هو الأبتر، بسم الله يهلك سحرة الدماء في البطون والأرحام، يهلك سحرة الدماء في البطون والأرحام، على الأجنة في البطون والأرحام، بسم الله يهلك 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 عظيم ملك كبير، خلق 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 عظيم ملك كبير، شجاج 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 شجاج، خلق عظيم ملك كبير، خلق عظيم ملك كبير، خلق عظيم ملك كبير، ساحر ملك ساحر ملك ساحر ملك القول ساحر ملك القاف ساحر ملك الحار ساحر ملك القول 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 ساحر ملك عاشق عاشق طيار عاشق طيار عاشق طيار عاشق طيار تزوجها في عالجة تزوجها في عالجة شيطان 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 تزوجها نصبا 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 تزوجها نصبا تملكها نصبا تملكها نصبا تملكها نصبا عاشق الهان عاشق الهان عاشق الهان عاشق الهان مع الجمال مع الجمال مع الجمال مع الجمال ارض الابدان ارض الابدان ارض الابدان ارض الابدان عاشق الهان سحر قوي عاشق يا سحر قوي عاشق الهان سحر قوي عاشق يا سحر قوي في العقول وفاكر وخلاف الروح لكن يشفى جا 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 له قدام جا 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 له اعوان جا 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 له خدام جا 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 له اعوان قبل خدام في عبي خدام حياة 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 نقال بسلام 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 دعا الوقال بسلام بسلام دعا الوقال على الدنيا يوم الوقال على الوقال على الوقال على الموتى يوم الوقال على الوقال على الوقال بسلام دعا 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 الوقال في صالح يوم الوقال في صوح يوم الوقال خلق الوقال
في الواتساب كان كثر الواتساب عرفتي تحركت كل نص تحرك اها كيف هذا والو اها كيف ولكن هاك مرة في الواتساب بديت نقرا معاك قايم معايا صبر يا صبر بقيت نقرا معاك شنو تحداك ماشي ماشي لا عندي عاد هو سمعني مزيان هو دابا غادي يطلع اطلعي الفوق الله خليك واحد نص ساعة نقول شنو غادير لك وغنسمع الغوت ديالك وغنقول لك عبطي عندي طلعي فوق باش ما نضيعش انا الجهد ديالي انا عارف ساحر دار الحصون ويكون اكثر من واحد كتفهم بربعه الغوريلات كتفهم بربعه الغوريلات احلمت بهم بربعه بهم شنو انت يعني اصلا انت انا شلحه سوسيه منين من تيزنيت اجي ولكن حنايا نهار قالت لي امي واحد مره لقينا سحروا لي لقينا شاف سحروا لي قالت لي ما عرفت في عاشوراء يمكن ما عرفتش خوتك مرات كلنا راه انا اللي مزغوله فيهم شويه هادشي مزغوله انا اللي فيهم انا اللي فيهم دور كلهم ناس مجبدين يعني الخدمة كاين شي واحد يلاه تيخدموا اخرين جالسين مجبدين الدار دخلوا والله ما تشمها الدار ما مجموعاش انا دابا امي بحال امي دابا خصني بحال تنكرها امي ما بحال ما تتحملنا ماشي تتحمل تتبغينا ولكن الا لقات يعني شي فرصه باش تاتاكي يعني ما عرفت كيفاش غنشرح لك وي ماشي عادي انا الحمد لله شويه فيهم طيب خذ شوف العلاج ماشي خصني انا كنفهم طلعي فوق دابا نقولك شنو ندير راه شنو هي الوقت ونشحن معاه خصنا نقادو الفورماطي عارف شي عندي
العلاج ماشي قضية سلايف فهمتي. عطيني واحد دقيقة اسمع ونخرك عندي اطلع فوق السنة واحد دقيقة ها ها أبي واخ نعطيكم غير واحد النقطة مهمة جدا علاش وقفت نقول لكم علاش وقفت اسمعوني مزيان. انا كنعالج بعقل فهمتي كنعالج بعقل وبتقنية وبرامج وكنشوف الامر كيفاش غادي يمشي باش نوضح لكم الصورة باش تفهموا مزيان. غنبقى مع هذا بهذا القرد لان مع قرده كتشوف ربع غنبقى ابقى في الرقية الان ساعتين يلا غادي نهزهم شيئا يسيرا في حين انا عندي اساليب غادي نضعفوا ولما ندخل في الرقية ساعة أو ساعتين يكون النتيجة أحسن صح ولا لا؟ طيب علاش؟ لماذا يعني؟ علاش يعني لماذا؟ بمعنى أن هذا عنده حصون عنده سحر. شوف الأعراض كثيرة القبور المقابر المومياءات الأكفال العقد الملوك الخدام الموتى الدماء الأنابيب الدم أربع غوريلات شوفهم ذئاب يعني هناك فريق وقد كل شيء الأسرة ممتلئة عندها ابتلاءات ومرضى إلا هي قالت لي أنا أخافهم هذه كل شيء وعندها أخافهم وطلقت تزوجت سنتين وطلقت وعندها أمراض وعلال ولحافة ومشاكل فماذا علينا؟ لابد أن تفك نذهب إلى مكان العقد أن تفك هذه العقد اللي رأتها اللي شفناها هنا يعني بزاف الأعراض عندها هنا يا هاي هذه العقد مثلا هذه شتيها العقد ديالها شتيها كتشوف في الملام هذه في الملام جاتها ان واش كل عقده كبيره ما قدرتش تحلها عقد كبيره شتيها يعني كلها معقوده عندها شياطين صحراء وكياخذوا الدم ديالها يعني هاد الصحراء اشداء ياخذوا الدم من البدن ويعقدون الجسد في نفس الوقت يعني يسحرون في عالم الابلسه والشياطين هناك سحر يسمى فيه عالم الابلسه والشياطين يرتقي بدمك ويتقربون بسحرك اضافه الى عشقهم بعضهم يعشق البدن اذا هناك مشاكل كثيره وعهود قديمه على الموروث وما شابه شنو خاص نعمل؟ لابد من اضعاف الخصم والا انت بعض الرقات يوقع عندهم مشكل انا نصيحه للمرضى والرقات بعض الرقات يكون مزدحم بالوقت لا يعمل حسن تخلص يقول ما عندك والو او لا كذا او العكس صحيح يبغي مثلا الرقي يجتهد معها لكن ليس له اساليب غي ياخذ وقت طويل وغادي يبح وغادي يتعب وما يوصل والو ما يقدرش يبقى يواصل في نفس السير ويقول لها سيري ولي دير حسن التخلص يولي مشكل هو باغي النيه طيبه لكن ما عندوش الادوات او ما عندوش القوه او ما عندوش الوقت او ما شافش المفاتيح فاحنا باش ما نوقعوش في هذا الاشكال الامر سهل هي غتبقى في المركز وهو يضيق عليه لكن برنامج فوق مفهوم ثم قد ارى ان اذا تمكن الأمر وفتح جيد لم يفتح سيكون عندها برنامج في المساء ويفتح وتقعد دائما في المركز ويخنق عليه كيتقج كيضيق عليه انت هي أسئلة العلاج خلاص تبقى في العلاج ففي المركز يكون برنامج آخر في المساء وبالتالي يتبين لي الأمر نعطيني نقاط يتبين أكثر بإذن الله ففي الغد نوجد مستوي مقاد بإذن الله عز وجل مفهوم وإلا نضطر أن نأخذ واحد وقت طويل وحدي معها ما كاينلاش وكاين اساليب اخرى هذه ممكن وقت طويل اذا ما كانش الاساليب ناجعه فانا نضطر باش كل شيء بيدي مفهوم وخص لها وقت طويل وحدها لان هذه الحالات ولهذا اقول هذه الحالات خصهم عنايه خصنا نعلم الناس لان تحتاج وقت طويل اساليب متعدده واجتهاد وفهم في الحركات في الدهات في الاشارات في كذا كذا وتكون كتفهم وقت طويل وتكون انت قادك ملكه لانه لم يكن هذا المنهجيه في العلاج مثل هذه الاصابات لن يعالجوا انا كنقول وكنعاود لان عندهم اشداء وقويه وعندهم اكثر في البدن وعندهم تحدي للقران وتحدي للرقاة وتحدي للمريض وتحدي للاسره اذا لابد هذه الامور تحظى بالعنايه والا يبقى الانسان مريض وهذا هو الواقع الان في الساحه كثير من الناس ما كيوجدوش اللي يخلص معاهم ويواصل معاهم ويطول معاهم كيبقاو مرض ما كيلقاوش اللي كيفهم ويتبع معاهم برامج متعدده حتى يشفوا فيبقاو مرض كان هناك من يبيع لهم الوهم فقط يبيع الوهم في جلسة في جلستين أو في ساعة أو في ساعتين أو باستعانة بالجن واستحضار جني وقتل وكذا هناك من يبيع الوهم أنا لا أقصد أحدا أشهد الله ولكن هناك من يبيع الوهم هذه الحالة تحتاج إلى قوة انتهى الكلام تحتاج إلى برامج متعددة انتهى الكلام تحتاج إلى إخلاص في العمل بإذن الله تعالى إن مثل هذه الحالات أمثالها في العالم بالملايين وأنا عم أقول
إذا كانت هذه الأخت مثلا عندها 5 ولا 6 أخوة، انظر كم من الأسرة، كم من أفراد في العالم عندهم هذه الإصابات. وهذا واقع معلوم، سواء في المغرب، في السعودية، في اليمن، في قطر، في الإمارات، في أوروبا، في أمريكا، في الجزائر، في ليبيا، قل في أي البلدان، كل البلدان هذا واقع موجود. إذا شنو خاص؟ خاص لابد الإنسان يكون يفهم. لهذا خاص المراكز تقعد على فهم وعلى برامج وعلى خطوات، ماشي لم يصبح ذاك الراقي الذي تدخل عنده مباشرة وتخرج من عنده وتذهب مباشرة. مفهوم؟ ليس كل حالة تحتاج إلى هذا يعني هينة، لا، لابد يكون المركز حتى يسمى مركز يكون فيه برامج علاجية، ماشي يخذ الدواء وسير. هناك من يأخذ الدواء سيرميه في البيت ويستعمله. الأولى والأكمل أنه يكون في المركز، على الأقل يأخذ واحد نسبة 70-80% في المركز، حتى إذا اشتغل عندك 30% أخذ الرجوع الكافي في المركز. مفهوم؟ هذه إشارات فقط. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. لكن فكروا صراحة، اللي ما غاديش تختار أجرها حقنة تعطي شوكة للإنسان تقول شوفيت، ما بيعوش وهم. هذا الشيء يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى برامج. وفي النهاية عطلوا لهذه الجلسة، يضعف، يطلع يتكلم، يبدأ يبكي، يبدأ يتحدى، يبدأ كذا، ويتفتح الأمور التي لم تفتح مدة 40 سنة، في عمر 40 سنة، وسنسمع أسرارا. وهذا الذي يقع مع كل الحالات. إذا لابد من الفهم. طيب لا أعطي الأخت شنو غتعمل معها بإذن الله تعالى، وبعدها إن شاء الله نواصل. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.